تعبان كثير ما قادر كمل الليل. بس بترجع مع بيبي جو؟ بين المستقبل والمنال كلام عنيف والضرب تحت الزنار، بس ولا شيء بيأثر جلسات الحوار، وهذا كله عم بيصير من بعد عاصفة الحزم 1. دول التحالف تستعد لإطلاق عاصفة الحزم 2 سيريا إديشن. هيك بتصير العاصفة تغب مرتين؟ ونحن الآن على بوابة مركز نصيب الحدودي. هل وصلت ترددات عاصفة الحزم؟